واحنا بنتكلم عن حكايه عاصم علام اللي ساب البلد وهرب لانه تعذب في السجون. النهارده في 2022 عبد الفتاح السيسي بيعيد التاريخ مره اخرى وبيعذب المعتقلين داخل السجون، تحديدا في سجن بدر الجديد. موقع العربي الجديد بينشر تقرير عن اوضاع المعتقلين في الشتاء، وواضح ان الشتاء ده مختلف عن اي شتاء قبل كده، البرد شديد جدا وفي تعنت كبير جدا مع المعتقلين. الصوره تظهر قدام حضراتكم على الشاشه، من سجناء مصر يدخلون الشتاء مجردين من الأمتعة والأغطية، وكأنه النظام بيحاول أنه يعني يمعن في القمع والتنكيل. كمان مريم بنت رجل الأعمال صفوان ثابت نشرت بوست قبل كده بتتكلم فيه برضو عن ظروف والدها، نشوف الصورة مع بعض. كانت بتحكي برضو عن أنه والدها النهاردة بيكمل سنتين في حبسه الاحتياطي، دي أكتر مدة يسمح بها القانون على ذمة التحقيقات، مع العلم أن ما تمتش التحقيقات معاه غير مرة واحدة خلال سنتين. سنتين محبوس انفرادي محروم من حقوقه في مخالفة صريحة للقانون. رجل اقتصاد من رجال اقتصاد مصر المخلصين، بعد ما عمل مصانع تضاهي مصانع أوروبا بشهادة الأوروبيين نفسهم، بعد ما أتاح فرص عمل مباشرة لأكثر من 4000 بيت في مصر، إزاي يكون ده جزاؤه ومصيره؟ ألم يأن الأوان للإفراج عنه؟ في نفس السياق موقع العربي الجديد وبعض الحسابات على تويتر باللغة العربية والإنجليزية أيضا نشرت عن سنتين من حبس صفوان ثابت. خلينا نشوف الصورة مع بعض. رجل الأعمال المصري صفوان ثابت يكمل عامين في الحبس الاحتياطي. الحقيقة وضع صفوان ثابت ووضع سيف ابنه ووضع كثير من المعتقلين الآن في هذا الشتاء القارس، أنقله لضيفي عبر الإنترنت خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان. أستاذ خلف أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور سامي. ايه المختلف المره دي؟ ليه في تقارير حقوقيه وصحفيه كتير بتتكلم ان المعتقلين بيعانوا اكثر من اي شتاء مضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك للمشاهدين الكرام. المختلف في هذه المره هو ما سمعناه على مدار الشهور الماضيه حول سجن بدر، وانه يعني يحمل نقله نوعيه في التعامل مع مجال حقوق الانسان، وان هناك تغير غير يعني مسبوق، والداخليه حوالي أن تقدم نفسها في صوت الجديد من خلال فيديو غير مسبوق في تعريف بسجون أخرى. فاستبشر الناس جميعا أنه سيكون هناك اهتمام بحالة الإنسان داخل السجن، من خلال الاهتمام برعايته في الصيف أو رعايته في فصل الشتاء، من خلال الاهتمام بالطعام المقدم له، من خلال الاهتمام بمساحة التكدس أو الأعداد داخل الزنازين، من خلال الاهتمام بالرعاية الطبية. لكن فوجئنا بأن سجن بدر صورة أخرى من سجن العقرب لا تختلف كثيرا، بل تكاد تكون به يعني أمور أكثر. لذلك كانت التركيز على سجن بدر لأنه كان الناس تنتظر أن يكون هناك في نقلة نوعية، ولكن من الواضح أن النظام كان يستغل يعني هذا الفيديو من أجل الترويج لنفسه، من أجل الدفاع عن نفسه، من أجل تحسين الصورة الذهنية لدى الغرب حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان. سجن بدر يعني يبدا الناس يستقبلوا فصل الشتاء، وقد نقلوا عدد كبير منهم 570 واحد نقلوا من سجن وادي المطرون، وقد منعوا من حمل كافه امتعتهم بلا داع، ودخلوا السجن ليحصلوا فقط على البدله او ما يسمى الكحول، وهو يعني عباره عن لباس بيرتديه الناس او بدله الناس يعني ليست قطن وليست صوف، حاجه كده اقرب معذره للخيش، حاجه كده يعني لا تمنع البرد ولا يعني تساعد في الحر، يعني حاجه سيئه جدا. هي فقط التي سمح اعطاها استلامها السجناء اثناء دخولهم لسجن بدر، وتم منع كافه الامور الاخرى. هناك شكاوى وردت الينا من عدد من السجناء خلال الايام السابقه. اسر الصحفي بدر محمد بدر تحدثت عن 6 سنوات من منع الزياره، وبعد ان نقل الاستاذ بدر الى سجن البدر تخيلوا ان تكون هناك فتح للزياره واتاحه للزياره، فوجئوا بمنع الزياره ايضا. هناك ايضا انس البلتاجي الذي وضع في سجن بدر ايضا داخل سجن التاديب، وتم منع استلام الامانات التي تقدم عن طريق اسرته او الطبليه التي تقدم يستلمها الناس يسلمها الناس على باب السجن. اضف الى ذلك حاله الصحفي احمد السبيع الذي عدى 1000 يوم داخل حبس الاحتياطي داخل محبسه،
بالاضافه الى ما ذكرت انت الان عند حول صفوان ثابت الذي تعدى فتره الحبس الاحتياطي الحد الاقصى للحبس الاحتياطي. كل هذه الانتهاكات الدكتور اسامه توضح انه لا جديد وان الدوله حاولت فقط ان تحسن الصوره الذهنيه للعيال كما وردت الينا رساله وانتم يعني وردت اليكم وذكرتوها. قال احد السجناء لقد استلم الامن الوطني السجن وكل الامور رجعت زي ما هي. فعلا كل الامور رجعت زي ما هي، زي ما كنا بنتكلم على البرد القارس، يعني زي ما كنا بنتكلم على قرصه العقرب في سجن العقرب، الان نتحدث عن شده البرد داخل سجن برد والناس لا يعلموا كيف يعني يحتموا من البرد في ظل زلازين يعني قد تكون يعني اسوء من سجن العقرب بلا مبرر وبلا داعي. يعني انا لا اعلم لماذا توقع مصلحه السجون عقوبات اخرى على السجناء غير العقوبه الصادره سواء قرار حبس الاحتياطي او حكم صادر من المحكمه. مصلحه السجون توقع عقوبات اخرى تتمثل في عدم تمكين الناس من الحصول على الدفء اللازم، عدم تمكين الناس بالحصول على الضرائب اللازم، كلها انتهاكات شديده تتعرض لها المعتقل المصري داخل السجن الجديد سجن بدر 3. هو الحقيقة السؤال عن القانون واحترام القانون مع نظام كهذا هو شيء من العبث، لكن هو في القانون حاجة بتقول انه من حق مصلحة السجون تمنع الغطاء او تمنع الملابس الثقيلة عن المعتقلين؟ العكس، لائحة السجون يعني تضمنت مواد تضمن الحفاظ على صحة المعتقل داخل السجن، يعني هي دورها تحافظ على حياته، والحفاظ على الحياة يكون عن طريق يعني توفير وسائل الإعاشة الجيدة، توفير وسائل الإعلام، توفير وسائل التدفئة. يعني المفروض العكس، أن توفر مصلحة السجون لكل معتقل أو لكل محبوس احتياطي، لكل مسجون البطاطين اللازمة لكي يعني تحرمه أو تمنع عنه برد الشتاء، على العكس تماما تمنع عنه هذه الوقوف. وما حمله المعتقل طوال فترة حبسه من سجون أخرى يتم يعني عدم السماح بدخولها داخل سجن بدر 3، الامر مخالف للقانون. نحن يعني نقول ذلك ونحن نأسف، كنا نتمنى ان يكون هناك احترام للقانون ولما سطر من مواد وتشريعات داخل القانون المصري، ولكن الدوله الان هي دوله لا قانون ودوله لا دستور، ودوله تعتمد بالدرجه الاولى على الاجراءات التعسفيه التي تتعامل بها مع المعتقل السياسي. أشكرك شكرا جزيلا خلف بيومي مدير مركز الشباب لحقوق الإنسان، كنت ضيفي عبر سكايب.